የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ሊቀ ካህናት ሁሉ ስለ ኃጢአት መባንና መስዋዕትን ሊያቀርብ ከሰው ተመርጦ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ስለ ሰው ይሾማልና እርሱ ራሱም ደግሞ ድካምን ስለሚለብስ ላልተማሩትና ለሚስቱት ሊራራላቸው ይችላል። በዚህም ምክንያት ስለ ሕዝብ እንደሚቀርብ እንዲሁ ስለ ራሱ ደግሞ መስዋዕትን ስለ ኃጢአት ሊያቀርብ ይገባዋል። እንደ አሮንም በእግዚአብሔር ከተጠራ በቀር ማንም ክብሩን ለራሱ የሚወስድ የለም። እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ ሊቀ ካህናት ሊሆን ራሱን አላከበረም። ነገር ግን አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ ያለው እርሱ ነው። እንደዚህም በሌላ ስፍራ ደግሞ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ይላል። እርሱም በሥጋው ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ፣ እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ስለ እርሱም የምንናገረው ብዙ ነገር አለን፣ ጆሮቻችሁም ስለፈዘዙ በቃል ልንተረጉመው ጭንቅ ነው። ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የሕፃንነትን ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና። የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም። ወተት የሚጋት ሁሉ ሕፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅምና። ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በሥራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 43 የአምላካቸውን የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ ለእነርሱ አምላካቸው እግዚአብሔር የላከውን ይህን ቃል ሁሉ ኤርምያስ ለሕዝብ ሁሉ መናገርን በፈጸመ ጊዜ የሆሻያ ልጅ አዛርያስ፣ የቃሪያም ልጅ ዮሐናን፣ ትዕቢተኞችም ሰዎች ሁሉ ኤርምያስን ሐሰት ተናግረሃል፣ አምላካችን እግዚአብሔር በዚያ ትቀመጡ ዘንድ ወደ ግብፅ አትግቡ ብሎ አላከህም። ነገር ግን ከለዳውያን እንዲገሉን ወደ ባቢሎንም እንዲማርኩን በእጃቸው አሳልፈ ትሰጠን ዘንድ የኔሪያ ልጅ ባሮክ በላያችን ላይ አነሳስተሃል አሉት። የቃሪያም ልጅ ዮሐናን፣ የጭፍራ አለቆችም ሁሉ፣ ሕዝቡም ሁሉ በይሁዳ ምድር ይቀመጡ ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃል አልሰሙም። የቃሪያም ልጅ ዮሐናን፣ የጭፍራ አለቆችም ሁሉ በይሁዳ ምድር ለመቀመጥ ከተሰደዱባቸው ከአሕዛብ ሁሉ የተመለሱትን የይሁዳን ቅሬታ ሁሉ ወንዶችንና ሴቶችን ልጆችንም የንጉሥንም ሴት ልጆች የዘበኞቹም አለቃ ናቡዘረዳን ከሳፋን ልጅ ከአኪቃም ልጅ ከጎዶልያስ ጋር የተዋቸውን ሰዎች ሁሉ ነቢዩንም ኤርምያስን የኔርያንም ልጅ ባሮክን ወሰዱ። የእግዚአብሔርንም ቃል አልሰሙምና ወደ ግብፅ ምድር ገቡ፣ እስከ ጣፍናስ ድረስ መጡ። በጣፍናስም የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤርምያስ እንዲህ ሲል መጣ። ታላላቆችን ድንጋዮች በእጅህ ውሰድ፣ የይሁዳም ሰዎች እያዩ
بتعف ناس باللو بفرعون بيت دج مقبيع ششقاتشو انديهم بلاتشو يإسرائيل عملاك يسراويت كتاك زيابهير اندي هلال انهو لكي باريين يبابلون النقوس نابو كدن نصور عمد عاللو زفانونم اني بششقاتشو بأنزي دنگاوش لاي عنور عاللو رسوم مالفياون دنقوانون بلاتشو يزرقال متهم يقبز مدري متال لموتهم يميهونون لموت لمركوم يميهونون لمركو لسيفهم يميهونون لسيف أسهلفو يسدقال بقبز مع مالك تبيتوش اسهاتن ياندال يقاتلاتشو مال يماركاتشو مال رنجم دبلون اندم يدرب اندهو يقبز ناقر يدربال كزيام بسلام يوطال بقبز مدري اللون يهل ليوتون كتما حاولتوش يسابرال يقبز نما مالك تبيتوش بسات يقات دلال تنبيتا إرمياس مئراف أربع أرات بقبز مدر بمكدولنا بتعفناس بمينفوسم ببعطروسم مادر سلتك أمت وعيود هلو ودي إرمياس يمتاقال يهنو يإسرائيل عملاك يسراويت كتاك زيابهير اندي هلال بإيروساليمنا بيهودا كتمو تشلو يامت تهوتن كفونا غره اللو عيطات شوال إنهو زاري واد ما هونوال يمي كمت باتشو ميلم يمي هونو ياسكوتو انزن سلاد الرغوت كفات لما يوقوات شوم لليلو تشامالكت ياتنو زند يامل قوات شوم زند سلهدونو بمالا دام تنسيچي باريهو يتشين نبياتن هلو سدد كوباتشوهنا اندازيهن دات اللهو تيالة اركوس نگر آت تادرقو هالكواتشوه نگر قنال سمو كاكفاتات شوم تملسو لليلو تشامالك تندهتنو جورات شون على زنبنو سلزيه ما آتهننا قطعه فستسو بايهودام كتموچنا بأي يروسالي ماد دواباين الددو زاري من دهونو فرسو بعد ما مهونو عهونم يإسرائيل عملاك يسراويت عملاك اكزيابهير اندهيلال كيهودا وغن كريتان دايك ارلاتشوه وندن الناسيتن بلات تينان الناهزانن كمكاكلاتشو تاتفو زند يهن تالاك كفات براساتشو لاي لمن تادرقالاتشوه سونا تاچونم تاتفو زند بمدرم احزابو اللو مكاكل مرقم يانا مستد بياتهونو زند لمك كمت بقباتشو بات بقبز مدر لليلو اتش عمالكت بماتناتشو بأجاتشو سرا لمن تاسكو الدنيا اللاتشو بونو بيهودا مدرنا بأييرو ساليما الدبابي يادر رقوتن يأباتو تشاچون كفات يهودانم نغستات كفات يمستوچاچونم كفات يأنانتنم كفات يمستوچاچونم كفات رستاچو تالن اسكساري درس آل تواردوم آل فرومم بأنانتنا باباتو تشاچون فيت بانور كوته جينا سرعاتي آل هيدوم سلزيهم يأسرائيل عملاك يسراويت كتاك زيابير اندهيلال إنهو يهودان هلو أتفا زند فتين لكفات بلاتشوها درقالو وده قبس أمي قبو زند بزيامي كأمتو زند فتاتشوني أقنوتن يهودان قريتاو سدالو هلو ميتافالو بقبس أمي در يود قالو بسيف النابرا ميتافالو كتان ناشم جمرو اسكتال لاكو درس بسيف النابرا بيموتالو لطلاتشانا لمدنكيا
لما الرجمعنا لما السدبيعي هنالو إيروسالي منم اندك اتاو اندهو بغبز مدري منوروتن بسيف النابراب بچنفر مكتالو بزيا لمكامت وده غبز مدر كهيدو وده يهود اگر تملسو بزيا يكامتو زند كم يودو كاي هودا كريتاوغن يمي عملتنا يمي كر وده زيام يمي ملس يلم كم يعملتن بكر ما نما يملسم ميستو چاچوم لليلو چامالك تماتنا چون ياووكو سوو چلو بزيا ميقومو سيتو چلو بغبز مدر بپاتروس يتكامتو هزب هلو تالاق قبايا هونو لإرمياس ملسو لت اندهم مالو انتا بغزياب يرسم ينگر كننقال هان سماهم نگرگن انيان ناباتو چاچن نگستاتو چاچنم علاقو چاچنم بأيهودا كتموج بأييرو سالي مادة باباي انا درگون دنبرة لسماي نگستن ناتن زند يمتت انم قربان انا فسل لازند كافاتشن يوتاون قال هلو برگت انا درگالن بزيان قزيم انجران تاقب نبر ملکام ميهون اللن كفوم عنايم نبر لسماي نگست ماتنن لرسوام يمتتن قربان مافسسن كتاون وديگن انيا بهلو نگر تچگرنال بسيف النابرة بالكنال الناس لسماين قس باتن اللات يمتت انهم قربان بفسسن اللات كزي بونو يهلبالو تشاتشن مسلوان لما بجت انقو تشادر قن اللات نورالن يمتت انهم قربان افسسن اللات نورالن ارمياسم يهنن قال لما اللاسو اللاتزبلو لون دوچنا لسيتوچو لهزبو مهلو ملسا اللاچو اندهم ماله انانتنا عباتو چاچو نگستاتو چاچوهم عالقو چاچوهم يمدرم هزب بايهودا كتموچنا باي يروساليم عدباباي يهتنا چوهو تنطان اگزاهبير ياسبو بلبو ميانو رو ايدن لمنه እግዚአብሔርም ከእንግዲህ ወዲህ የሰራችሁን ክፋትና ያደረጋችሁትን እርኩሰት ይታገዝ ዘንድ አልቻለም። ስለዚህ ምድራችሁ ባድማ መደነቂያም መረገሚያም ሆናለች። ዛሬም እንደሆነ የሚኖርባት የለም። ስላጠናችሁ በእግዚአብሔርም ላይ ስለበደላችሁ የእግዚአብሔርንም ቃል ስላልሰማችሁ بهقنا بسرعتم بمسكرم سلال هداتشوه سلال زيزاري اندهونا ايهتش كفونگر اگين تاتشوها اللج ارمياسم لهزبو هلو لسيتوچوم هلو اندهالا بقبز امدر امتنورو يهودا هلو يكزيابير انقال سمو يأسرائيل عملاك يسرائيوت كيتا اكزيابير اندهلال انانتنا ميستو چاچوه بافاچوه لسماي نگستنا تنزند يمتت انم قربان انا فسل لازند يتسال نون سلتاچنن برگت انفز مالن علاچوه بجاچوه مادرگاچوهت گديه سلتاچوهن ازنو سلتاچوهن انفزمو انانتا بگبز يمتنورو يهودا هلو سلازيه يكزيابيرن قال سمو بغبز مدر هلو بمينور بيهودا سهلو عف سمي كنگري هدي هياو كزيابيرن تبلون دايت ترى نهو بتالاك سمي ميالو يلال كزيابير نهو لما الكام سايهون لكفات تقابات شوهالو بغبز مدر يالوت يهودا سهو تشلو اسكيت افودرس بسيف النابرا بيالك قالو كسيف مياملتو دكي سووچونو كغبز مدر ودا يهودا مدر يملسالو ليكمطوم ودا غبز مدر يغبوت
የይሁዳ ቅሬታ ሁሉ ከኔ ወይም ከነርሱ የማናችን ቃል እንዲጸና ያውቃሉ። ቃልም በላያችሁ ለክፋት እንዲጸና ታውቁ ዘንድ በዚህ ስፍራ እንድቀጣችሁ ምልክታችሁ ይሁነው ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የይሁዳ ንጉሥ ሴዴቅያስን ጠላቱ ለሆነው ነፍሱንም ለፈለገው ለባቢሎን ንጉሥ ለናቡከደነጾር እጅ አሳልፌ እንደሰጠሁት እንዲሁ እነሆ የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን ሆፍራን ለጠላቶቹ ነፍሱንም ለሚፈልጉ እጅ አሳልፌ ሰጠዋለሁ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 45 በይሁዳ ንጉሥ በኢዮስያስ ልጅ በኢዮአቄም በአራተኛው ዓመት የኔርያ ልጅ ባሮክ እነዚህን ቃሎች ከኤርምያስ አፍ በመጽሐፍ በጻፋቸው ጊዜ ነቢዩ ኤርምያስ የተናገረው ቃል ይህ ነው። ባሮክ ሆይ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል፣ አንተ እግዚአብሔር በሕመሜ ላይ ሐዘንን ጨምሮብኛልና ወዮልኝ፣ በልቅሶ የጩኸት ደክሜአለሁ እረፍትንም አላገኘሁም ብለሃል። እንዲህ በለው፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ የሠራሁትን አፈርሳለሁ የተከልኩትንም እነቅላለሁ፣ ይኸውም በምድር ሁሉ ነው። ለራስህ ታላቅን ነገር ትፈልጋለህን? በሥጋ ለባሽ ሁሉ ላይ እነሆ ክፉ ነገርን አመጣለሁና አትፈልገው ይላል እግዚአብሔር። ነገር ግን በሄድክበት ስፍራ ሁሉ ነፍስህን እንደ ምርኮ አድርጌ ሰጠሃለሁ።